صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هل من شركائكم قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
أتتركون فيما هاهنا آمنين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت ولم يكن له كفوا أحد.